مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق اللي صراحة انبهرت بالعطاء والعمل الجبار اللي كتقوم به جمعية إنصاف. كما قلت في السابق، جمعية إنصاف دارت مجهود كبير بطبيعة الحال في الملف ديال سناء 12 سنة أصغر أم في المغرب. مشاهدينا الكرام، الآن معي الجدة ديال سناء 4 أيام وهي معاهم هنا، ختنوا الوليد مهتمين بسناء في التطبيب. غادي نشوف مجموعة من النقط مع الأم. الوالدة جيتوا هنا 4 أيام، جلستوا هنا مع الجمعية وختنوا الوليد، كيفاش دازت الأمور؟ جد زوينة، وختنوا الوليد وفرحة وفرحوا بينا، احنا 4 أيام وحنايا هنا، وختنوا لي الوليد وتهلاو فينا ما بعدك، تهلاو فينا بزاف، والله يكثر خيرهم، والله يشدنا لا يشد لينا في سيدنا. والجمعية راه الجمعية هي زوينة، الجمعية تتعاون وتتدير على القلب، تتفاجي على القلب، والله يخليهم لينا هاد الجمعية، الله يخليها لينا، والله يخلي لينا سيدنا. داوكم سناء داو عن الطبيب والوليد عن الطبيب، عاودي لي. داوها للطبيب وداو الوليد الطبيب، ايوه، وطهروه، وش قال واحد فرحوا بينا. انت كنتي معاهم هنا في الجمعيه وداروا لكم واحد السكن ديالكم وكتجلسي معاهم من غير الطبيب، شنو اخر يديروا معاكم في الجمعيه هنا؟ داروا لينا، ختنوا لينا الوليد وتهلاو فينا، وش قال واحد خرجوكم كيدوروكم. دورونا، داونا للسبيطار وردونا وداونا وساراونا شويه، ايه. ما داوكمش للبحر عاوتاني بحال ديك المره؟ لا، ما داوناش للبحر، لا. وعاودي لي دابا على هاد الحفله اللي داروا دابا. الريان ياك، سميتو ريان؟ ريان، داروا لي الحفله والبنات تيلعبوا تيشطحوا، كل شيء فرحان كبير وصغير، والله يخليهم لينا. اش قال؟ الله يخلي لينا الجمعيه، والله سناء كيفاش دايره دابا؟ دابا جات لهنا فين شافت هاد الشيء حتى هي، ولا زوينه ولا فرحه حتى هي، وشافت داروا لي هاد الفرح، جات هي عجبها الحال، اي عجبها الحال. وليد الله يفرج عليكم يا ربي. الحمد لله الامور مزيان. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا، جمعيه انصاف جمعيه لها مواصفات خاصه، تعاملت مع الملف ديال اصغر ام في المغرب بجميع النواحي. مشاهدينا الكرام، هي الان سناء في عامل نفسي شيئا ما مريح، لانه سواء للاطر الطبيه وكذلك المساعدين الاجتماعيين في الموضوع اللي كيهتموا بها وكيناقشوا معها مجموعه من المواضيع من اجل انه تحس براسها ام وقادره انه تعطي في المجتمع. مشاهدينا الكرام، مجموعه من الانجازات حققت الجمعيه مع سناء، وكذلك كيقوموا بها مع مجموعه من الشابات اللي في مثل هذه الملفات. مشاهدينا الكرام، جمعيه انصاف جمعيه لها تخصصات، جمعيه ذات المنفعه العامه، تأسست حوالي 22 سنة، لها من الأطر ما يكفي للتكوين وللتأطير. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع الملف ديال أصغر أم في المغرب، وسوف نوافيكم دائما بما هو جديد في الموضوع، سواء في الشق الاجتماعي وكذلك في الشق القانوني مع الأستاذة زينب. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.